leo shtakhsoma hadithi ya 13 katika mlango huyu wa an ummi almu'minin maymunata binti alharith radiyallahu anha pokela ummi almu'minin maymuna binti alharith manashki wa harith radiyallahu anha mujitu namalla radi anha naye hadithi annaha kuwaye a'taqat lasire hori walidatan chiyana na walidahu adoa maneni alwalid alwalid ni mchijana chihaba chizazila na jamiye na ayo maneni zozijana zihaba mana chihaba zazila huadoa walid na iyo jamii ya walid huadoa wildan na wasabiyatu na chijana ashke chihaba na iyo chiyana walamatu huadoa walidatu وهدوه معني وهدوه تجناش كتهابا نا تيانا بوهدوه وليدا نجمعية وليدا نايون ولائد إستينا ميمونة رضي الله عنها أم المؤمنين أنتم مكاوي هدية أنها أعتقت لسلحر وليدة أبا وليدة نتيانا لسلحر تيانا ولم تستأذن النبي صلى الله عليه وسلم نتختار إذنك متوم صلى الله عليه وسلم إسأبا ونازواني وهدك ومعني مكه خادرة تصرف مالية بلا إذن يا مولوي مالياك خادرة تصرف بلا إذن يا مولوي إلا إمام مالك رضي رحمه الله هدير إمام مالك رضي الله عنه رحمه الله هدير كو معني مكه خادر اختصرف مالية إلا إيش بيقوى مالية مهلا تطو مهلا موي ثلث تخادر اختصرف كساني كسايو مالي آيو هم خوصة أو مولي معني ني چينتو شريكة إتاقو مالي مولي وينداكن مالي مكه وينداء مولي إسا إي حديث إي لكني كوا معنى متوم صلى الله عليه وسلم تمام بلا ميمونة أي چينتو كوا كخساني فنجسيو كخساني تكون شورتا كان مكي هدير ميمونة رضي الله عنها مكي ومتوم أم المؤمنين دي ولم تستأذن النبي صلى الله عليه وسلم نتخكو دلبت إذن تختا إذنك متوم صلى الله عليه وسلم فلما كان يومها فلما كان مدايو إيويلو يومها مونتيوه الذي إيجي يدور عليها نتمة چميرو إلو يوكيوه معنى توكاية مدايو إيويلو مونتي أويو نتوكاية فيهن رانيا مونتي أويو قالت چهدا چمان بيام تمة يا رسول الله چمان بيام تمة أشعرت يا رسول الله حسيزي يوم تمة ومجيتو أني كوامي أعتقت معنى رسلي حري وليدتي تيانتا حسي لي نكون كوامي نكو حسا كوامي رسلي حري تيانا أبا نكون تيانتو ما أبي بدل شلو قال أمتم صلى الله عليه وسلم تما أنبلا أو فعلت معنى فنيز جسيو وفنيزو قالت شهادة نعم أين فنيز جسيون من لسي حري بس امتمت ما أنبلا قال صلى الله عليه وسلم أما إنك أما وكواوي لو أعطيتها كواوي بيلي أخوالك خاجز كان أعظم لأجرك ما نيس لكوان أجر زايد سلاكو يو ثوابوزو كان أعظم لأجرك ما نيو إذا ثواب زاك سلكوا زنكوا كل زايد نخبط ثواب نينجي كساني سلكوا نصدق إنكوا ليلو كواوي وبل أهل زو نكبابو سلكوا إنه يصلة الرحم نخفانو زتين أبا ونزوان يهدن عنكو كوامونتو كلتا تيانا حري ني أفضل بشينرو كواوي نكوا هبرا أهلي زو أقرب زو تشينرو معنى إذو أفضل فضيلة زاوية تخبطو
مداوتم پو اقربا یو چین رو نہ مداوت تختو مرو معنی ایچو چیانا حری ای مداوتم هبرو یو یو او اهلی زو اقربا زو دیو فضیل زایدی نہ حدیث ای امام النووی متفق علیه پوکی امام البخاري وامام مسلم حديث امام البخاري امام النووي رحمه الله تعالى لتلل كوايو ما ان يو اقرب قوا ناو حاجة ما ان ني سوره كلكو يا كواو نا كوا فوانت وينين ما ان ايچوا اقرب زون ناو حاجة اپوتين ايتكوا و كوا مسكين ديو افضلي تاكو لكن كوا أقرب زواكو ني مسكيني وانا كدبك ني تورياو ني هبا ومعني أفضلي إتكوا وكوا أقرب زون ديو أفضلي تقبط فضيلة زايدي نكركا أبا حديث إي حديث زينجيني رواية زينجيني ما مدمتم صلى الله عليه وسلم من بيرو أما إنك لو أعطيتها لو كواوين امتيري ماني بدليا اخوالك خاجزو طرفو يا مامايو نا كركا رواي انجينة ييري اختك كواوين امتيري منو امبو بايو انجينة كركا رواي زينجينة ييرو كواماني امتوم صلى الله عليه وسلم من بيري لو كواوين ماني اقرب زو نظمت إذو أحاديث إذو أبو لو أعطيتها لو كوابنك وفا أخواتك كوابنك وفا أوجه معني منزو وناشك معني كوفا سلكوا معني فضيلة زايدي نظمت حديث إذو زيرو كوفم بجزو كوفم بايزو منزو زنت حديث إن معناها إن كونيشك ومعنى أو أقربزو سنكو ونخبة فضيلة زايد مجيت نشفان من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.